كيف يؤجر على قتل عمار وقتل المؤمنين وقتل شيعة علي وقتل أصحاب رسول الله وقتل بدريين قاتلوا مع علي؟ سنأتي الآن على أسمائهم. زهاء 108 من أهل بدر كلهم كانوا مع علي. معاوية ليكم معلومة لديكم، لم يكن عنده أحد من البدريين من المهاجرين ولا أحد من الأنصار، قيل واحد وقيل خمسة أكثر ما ذكر، منهم النعمان بن بشير. واضح؟ وين بقية الصحابة اللي قاتلوا مع علي؟ يكفي أن معه البدريون. حدوا لا لا لا، قال الشعبي ثارت الفتنة بصفين، قصده قامت صفين، ولم يشهد مع علي أحد من أهل بدر. يا شعبي، عامر بن شراحيل الشعبي رضوان الله عليه إمام أهل الكوفة، فيه نصب وانحراف عن علي عفى الله عنه وسامحه، متوفى سنة 102 قيل 103 قيل 104، وفيه نصب. الذهب نفسه متحملش، مخه أجعه، قال سبحان الله، ألم يكن في صفين علي؟ ما علي كان في صفين يا أخي بدري، ألم يشهد صفين عمار؟ عمار بدري، وإحنا نقول ألم يشهدها يا أبو أيوب؟ ألم ألم؟ وحنجيب لكم أسماء 108. الشيخ الفاضل محقق حقيقة حسن بن فرحان المالكي بارك الله فيه ونفع به حقيقة وبصواباته وهي كثيرة، 10 سنوات يبحث في الموضوع هذا. نعم نعم، شوف الناس طلاب الحق ويعيش في السعودية حفظه الله وباركه، 10 سنوات يبحث بده يعرف من الذين شهدوا من أهل بدر مع علي صفين، حتى تحصل له 108 من الأسماء. قال قد يختلف في 10 في 15 في 20، لكن تبقى البقية. وفي المقابل مقابل الشعبي قال ولا واحد ولا بدري. ليش طيب؟ يعني إيش أنتوا إيش مشكلتكم مع أهل بدر؟ لأنه مشكلة كبيرة. أهل بدر هؤلاء لهم مزية خاصة معروفة عند الأمة كلها، فإذا ثبت للأمة أنه في 30 40 50 100 من بدر كانوا مع الإمام علي، معناه الحكاية واضحة تماما، معناه معاوية أكبر مجرم في التاريخ. أنت تقاتل أصحاب محمد يا طليق، يا طليق يا ابن الطليق، أنت تقاتل أصحاب محمد، تقاتل البدريين. فقال لك ادفن 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 ادفن، ما في ولا بدري، لا 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 لا. إيه، لكن بعث الله من ينبش، ولو بعد 14 قرن الشيخ حسن بارك الله فيه مسكين 10 سنين طبعا مش عاكف على المسألة هذه، لا لا لا، مسائل كثيرة في هذه الموضوع، ولكن 10 سنين يتابع الموضوع بين الحين والحين، برجع بيطلوا يعني حاطه في راسه. لما تحصل له 108 من البدريين، إن كان في فسحة سأتلو أسماءهم عليكم نتبرك بهم. وبعدين في مشكلة كبيرة في البدريين، عارف شيء؟ تحكيم إيه وهجص إيه؟ ومين عمرو بن العاص هذا؟ ومين أبو موسى؟ أبو موسى مش بدري الأشعري صح رضوان الله عليه، مش بدري، ويا ريت لا راح حكم ولا تحكم، دمرنا بالتحكيم تبعه هذا. أبو موسى مش بدري، قال لك من أصحاب الهجرتين وركب سفينة وراح ممكن، بس ما لناش علاقة، هو أجا مع جعفر بعدين صح ولا لا؟ إيه هو مش بدري، ما جيتش بدر ولا أحد ولا غيره. المهم، فليش المشكلة في البدريين؟ لأنه تحكيم إيه؟ تحكم مين أنت؟ جوهر الخير، نواة الخير والهدى كله هو وين موجود؟ هذا جوهر كله وين موجود؟ مع علي. أنت هنا يا أخي، أحكم مين؟ إذا في أمة تريد الحق وتريد الصراط المستقيم وفي قوة على ذلك، تتبرأ من معاوية مباشرة ومن شيعته وحزبه وتقول لا، وتقف الأمة، مش جيش العراق، يأتي جيش مصر وجيش خراسان وجيش اليمن وجيش مكة والمدينة كله مع علي وعلى الشام، امسح معاوية وأهل معاوية وانتهينا. فهذا الملف طوي. طب في حقيقة لاحظ الشيخ حسن برضه استفدتها منه بارك الله فيه، وتختبرها تلاقيها صحيحة، لم أختبرها بالتفاصيل عشان أكون صادقا لكن صحيحة إن شاء الله. قال ترجمة أبي الأعور السلمي هذا ومعدود في الصحابة، هذا شاهد زور هذا، وهذا مصيبة من المصائب هذا، هذا من أمراء جيوش معاوية من كبار قادة العسكريين القتلة. هذا الرجل ترجمته في الإصابة مثلا لابن حجر تتفوق على ترجمة أي بدري باستثناء عمار بن ياسر والإمام علي، ترجمته أطول بلا شك. جيب أي بدري آخر دائما أبو الأعور هذا ترجمته أطول. ليه؟ ليش المحاباة هذه؟ والله هيك التاريخ يعني حفظ لنا، هيك المادة العلمية اللي وصلت من أيام بني أمية طبعا، ومحدثي وشيوخ وحفاظ بني أمية وكهنة بني أمية. أي واحد بدري يدفن، سيرته، أحاديثه، مروياته، دفن دفن كله. أي واحد كان مع معاوية وجماعة معاوية تولى لهم الأعمال وقادوا الجيوش وذبح الناس
أوه يذكر بالصلاح وأنه فاتح عظيم ومجاهد كبير وله مزايا وله فضائل وأحاديثه تكثر بالمئات وبالألوف، شيء لا يصدق. في تزوير، في تزوير كبير في كل تاريخ هذه الأمة. شفتوا؟ أبو الأعور السلمي ترجمته تفوق ترجمة أي بدري. من أبو الأعور هذا؟ اقرأوا بعدين بوائقه وفواقره ومحتقباته ومأتياته لكي تعرفوا من هو أبو الأعور السلمي. وإن لله